ايه سر يا نسرين ان انتي على طول بتطردك اشاعات؟ اكيد انتي متوقعة السؤال. اشاعات كتيرة جدا مع ناس كتيرة جدا طول الوقت، انتي ليه؟ جاوبتي هل ده علشان انتي سنجل؟ هل ده علشان انتي ست حلوة؟ هل ده يعني عايزة اعرف ايه السر، وهل هي يعني هي دايما بتكون اشاعات؟ فانا عايزة اعرف هنا ايه السر ورا كم الاشاعات اللي طول الوقت ورا نسرين انتي طافش. جاوبتي على فكرة على السؤال من شوية، قلتي انا لما عرفتها شفت قد ايه هي انسانة بسيطة وطبيعية ده حقيقي. وفي حالها. يمكن علشان فعلا انا في حالي، يعني انا مش بتاعت مشاكل، او عمرك ما هتشوفيني اتكلمت عن زميل او زميلة بشكل وحش. حتى في ناس يمكن حاولوا يأذوني او حاولوا يعملوا حاجات، ما بتكلمش بطريقة وحشة، يمكن مرة كده طلعت عن طوري وكتبت حاجة في الانستجرام، بس كتبتها بطريقة معينة علشان كان الموضوع شوية فيه قلة أدب. بس استحالة أبادر في الأذية علشان مركزة في نفسي، بس في ناس كتير مركزة فيا، مش مركزين في نفسهم يا إنجي. كل ومش واحد يبص في عايزين. ورقته. بالظبط، في ناس مش بتبص في ورقتها. بصي على فكرة مش بس أنا، يعني تبصي كل الفنانات والفنانين اللي دلوقتي منورين فعلا بيطلع عليهم كم من الإشاعات لا يمكن إنك تتخيليه. الحلوة بيطلع عليها إشاعات، اللي عندها فلوس بيطلع عليها إشاعات، الموهوبة بيطلع عليها إشاعات، الناجحة بيطلع عليها إشاعات. فلما يكون كل دول متوفرين عندك، يعني لك أن تتخيلي كمية الناس اللي هتبقى مركزة فيكي وبتبقى بتتمنى زوال النعمة اللي عندك، وأعداء النجاح موجودين كتار قوي. وعلشان هم بيحبوا يعلقوا فشلهم عليكي، فما بيلاقوش. عندنا مثل سوري بيقولك ما لقوش في الورد، في ده الورد عندكم عيب، ما لقوش قالوا في احنا الورد عيب، الخدين ده بتاعنا كمان بيقول مصر لك نقوله جاحو برضه. الخدين. انا حاولت اترجمه للمصري. بتقولوا انتوا عندكم في بنقوله على مصر، طول. احنا بنقول ما لقوا بالورد عيب، قالوا له يا احمر الخدين. ففي ناس بتشتغل على المبدأ ده علشان مش لاقيين اي حاجة مستمسك عليكي، فبيخترعوا وبيفتكسوا، خيالهم بيبقى خصب بالجانب الشرير. وزي ما قلت لك بتطلعي توضحي الناس دايما اللي يا زي نسرين. كده قلت لك من شوية بيبقوا مرضى نفسيين، في ناس عندهم فعلا مرض نفسي. بس ما فيش انسان تعرف عليا عن قرب وعرفني انا كتعامل شخصي استحالة يشوف مني حاجة وحشة. زي ما انتي من شوية بتتكلمي عني بالطريقة الجميلة دي، في ناس اللي بيعرفوني قريب، طب ازاي ما تحبنيش؟ ده انت هتبقى عبيط لو ما حبتنيش، علشان انا طيبة جدعة في حالي مركزة في نفسي، ما بتكلمش حاجة الا لما ببقى انا مطبقاها في حياتي، ما بتفلسفش على حاجات انا مش بعملها. يعني القول بتاعي مقترن بالفعل، ودي حاجة تقدري تلمسيها وانتي بتتكلمي معايا وانتي بتشوفيني وانتي بتحتكي فيا، حتى من غير كاميرا او من غير المايك بتاع الراديو. فاللي ما يحبش الانسان الطيب دي المشكلة فيه. يعني انا دايما بقول انا ما عنديش مشكلة مع حد، بس في ناس عندهم مشكلة معايا عشان عندهم مشكلة ما بينهم ما بين نفسهم. ربنا يهديهم بقى، يعني ما اكتر اقدرش اقول اشاعه غير كده. ضايقتك او اكتر حاجه اتقالت عليكي ضايقتك، انت يوجولي بتردي ولا ما بترديش؟ انا عارفه انت رديتي في بتاعه طارق العريان تسعة وتسعين واصاله ومش عارفه، طلعتي رديتي تسعة وتسعين في المية بتجاهل، علشان التجاهل غالبا بيكون سيد الموقف. والذكاء في التجاهل انك بتحجمي الشخص اللي بيطلع الإشاعة دي وبتسخفيه، فبيبقى هو سخيف والناس بتسخفه، والناس ما بقتش غبية. وكتر الإشاعات الزايد، عارفة قصة الراعي الكذاب، من كتر ما بيطلعوا إشاعات الناس آخر حاجة ما بقتش مصدقة حاجة، علشان الأفورة كتير. الزيادة. يعني انتوا بتستهبلوا على الناس، اللي يعني خلاص كفاية فهمنا الموشح، كل ما اعمل عمل جديد ناجح يقوموا رادين في إشاعة علشان يغطوا على النجاح ده. عملت الوجه الآخر طلعوا إشاعة، عملت قبله ختم النبي طلعوا إشاعة. فهم بيوقتوا الموضوع كل ما يشوفوا عملت عمل جديد، يروحوا في منتهى الغباء والسذاجة، وربنا يشفيهم علشان ده مرض نفسي، بيطلعوا حاجة جديدة. بس الفنان قدامه حلين، يا إما هيفضل يرد ومش عارف إيه ويعمل حركات، يا إما هيفضل مركز في شغله. أنا زي ما قلت لك 90% من وقتي ببقى بتجاهل، بس ساعات بتبقى في حاجات ما ينفعش تتجاهلي فيها، لازم تردي، بس برد بأناقتي.
برد بشياكتي، برد برقي زي ما قلت لك، يعني بيقولوا اخذ الحق صنعه او حاجه فانت ممكن تاخدي حقك بشياكه من غير ما تنزلي لمستواهم او تنزلي لسفاسف الامور او تبقي بتردحي وبتشتمي زي ما بعض الناس بيعملوا علشان يعملوا بروباغندا في السوشيال ميديا طبعاً. ويبقوا ترند، ودلوقتي بقت موضه وعقده نفسيه عند البعض، عايزين يعملوا نفسهم ترند بانهم يخترعوا او يختلقوا مشاكل او يهاجموا حد علشان الناس تتداول اسمهم وتقول اسمهم، يعني اكتر يبقوا ترند. فلما ابقى عايزه ارد برد بطريقه شيك وبطريقه راقيه، وساعات لو وصل الموضوع اني ارفع دعوه على الشخص لما بيبقى قليل ادب بزياده، ممكن يتعلم الادب بالقانون من غير ما احنا نبقى بشارعة الغاب ونبقى زي ولاد الشوارع. احنا اصلا يعني الفنان ما بحبش كلمة قدوة، بس احنا ملهمين، فخلينا نلهم الناس الانسانية، نلهم الناس الرقي، نحب بعضنا، نزقف لبعضنا من قلبنا، نفرح لبعضنا لنجاح بعضنا. انا لو فرحت للآخر نكبر بعضنا بالضبط، انا لو فرحت للآخر بنجاحه ده استحالة ينتقص مني أي حاجة، بالعكس دي حاجة بتكبرني. ولما بحاول إني أصغر اللي قدامي، ببقى أنا بصغر نفسي قبل ما أصغر اللي قدامي. فأنا دي قاعدة بالنسبة لي، وحصلت معايا كمان من زمان قصة أكيد مش عايزين نذكرها بس الناس كلها عارفاها، أن أحد الزميلات طلعت وقالت كلام كله فبريك وكله نابع عن حقد قديم جدا وكله كذب وكله افتراء. رحت رفعت من غير ما ندخل في التفاصيل، رحت رفعت عليها دعوة وكسبت الدعوة ومضى التعهد بعدم التعرض وتعلمت الأدب. فأنا ممكن أني أخد حقي، بس أخده كده بروقان وبشياكة من غير ما أبذل مجهود وطاقة، علشان أنا عارفة نفسي، وبالنهاية اللي يهمني ربنا إزاي شايفني مش الناس إزاي شايفاني. في ناس بتعبد الناس أكتر أو بتعبد آراء الناس أكتر ما يكون عندها إحساس بالمسؤولية، إزاي ربنا شايفني أنا من جوة. فبس كده. صح. آخر حاجة بتفكري في الجواز؟ طبعاً. بتفكري في الجواز؟ طبعاً أكيد. وكنت على وشك أني أعمل الخطوة دي. أنا كنت لسه هقولك أنت قلتي أن أنت كنت في حالة حب وكنت ناوية تتجوزي أو لا، في خطوبة. وحصل خطوبة. بس ما كملش الموضوع، حسيت أني ما فيش توافق روحي وتوافق فكري زي ما أنا كنت متخيلة في البداية. بس يمكن علشان حلم الأمومة بالنسبة لي، القطط اللي عندي في البيت استفزوني يعني بيخلفوا كل شوية بالظبط. فحسيت أني عايزة أبقى أم. أيوة. فاتخذت في الحالة وكنت جادة في المشروع ده ومن قلبي، وهو إنسان محترم طبعا، بس عارفة لازم يبقى في كيمستري كمان، في التقاء روحي وفكري وما إلى ذلك. عاجبني انك بتكلمي بصراحة جدا. حبيبتي. برافو. والله بجد، اصل مش عيب، اصل احنا في الاخر بني ادمين طبعا. واكيد نفسنا في حاجات معينة وفي حاجات نفسنا نعملها، ربنا بيدينا جزء منها، ما بيديناش حاجات تانية، فدي سنة الحياة، وهم بيعرفوا بيكون 24 قراط بس طبعا. ما على الانسان او على العبد ان هو طول الوقت يقعد يسعى لتحقيق اماله، في الاخر هي رحلة ومشوار ونخلصه بطريقة محترمة، بطريقة كويسة، ونستمتع بالرحلة دي. دي هدية عظيمة من عند ربنا، رحلة الحياة.